يعطيكم العافية جميعا، معكم زميلكم عبادة فروخ، بدي أشرح اليوم محاضرة رقم 17 من مادة الدكتور حمزة. بسم الله نبدأ. أول إشي نحكي على الألفا ريسبتور أنتاغونيست دراج. نشوف أول شيء الإفكت على الكارديو باسكولار سيستم. الألفا أنتاغونيست إيش راح يسوي؟ راح يربطه على الألفا ريسبتور ويعملها بلوكيد. راح يصير في عندنا فيزو دايليشن، راح تقل الريزيستنس بما إنه توسع الفيسل، والبلد بريشر راح يقل. تمام. راح تمنع كمان البريسور افكت، اللي هو انه شو هو البريسور افكت اوف الفا اجونست، اللي هو انه احنا لما نعطي الفا اجونست شو كان يصير؟ كان يزيد عندنا ضغط الدم، يعني زياده ضغط الدم الناتج عن الالفا اجونست. فلما احنا نعطي البيتا الفا ريسبتور انتاغونست راح يصير عندنا بريفنشن لهذا الافكت. تمام. وكمان من احدى السايد افكت تبعتها انها بتعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن. هلا احنا بنعرف انه الاورثوستاتيك هايبوتنشن بيصير لما يصير في عندنا ستاجنيشن للبلد. كيف يعني ستاجنيشن البلد؟ يعني بيكون توزع الدم في السيركيوليشن مش كثير، مش منتظم، بيكون تركزه باللور ليمب. تمام. فبهاي الحاله عشان تنحل هالمشكله لازم يصير في كونستريكشن للفيسلز، للفينز اللي موجوده باللور ليمب، عشان نسرع عوده الدم للقلب. فهاي هي بتكون الحل. هلا لما احنا نعطي الفا بلوكر او الفا انتاغونيست، تمام، راح نمنع هذا الكونتراكشن يصير، الكونستركشن اوف ذا فينز، وبالتالي راح يصير في عندنا اورثوستاتيك هايبوتنشن، ما راح يعني يصير في، ما راح نحل هاي المشكله. عشان هيك هي احدى السايد افكت للالفا ريسبتور انتاغونيست. طبعا راح يصير في عندنا كمان تاكيكارديا بحاله انه كان عندنا نون سيلكتيف، يعني كان الدواء الفا 1 والفا 2 بربط عليهم مش سيلكتيف. يعني هسه بنوضح كيف هاي الفكره بالسلايد اللي بعدها. هاي التاكيكارديا كمان هسه بنحكي عنها هون بالسلايد هاي. طيب هون بيوضح لنا الفرق بين انه يكون عندنا سيلكتيف ونون سيلكتيف الفا بلوكر على الهارت ريت. طبعا طيب شو الفرق؟ هسه احنا اذا كان عندنا سيلكتيف بس راح يصير يربط بس على الالفا 1، يعني زي البرازوسين راح يصير يربط بس على الالفا 1 ريسبتور ويعملها بلوكيت، فراح يعمل فيزو دايليشن، راح يوسع الفيسلز. هلا لما يصير في ريفلكس، تمام، ما راح يكون في تاكيكارديا، لانه النور النفرين اللي بيطلع راح يربط على الالفا 2 هون ويعمل نيجاتيف فيدباك، انه ما يصير في افراز زياده للنور النفرين. بينما لما نيجي نعطي مثلا زي الفنتولامين الفا 1 والفا 2 نون سيلكتيف، يعني بربط على الالفا 1 والالفا 2. هلا هو راح يربط الفا 1 هون على الريسبتورز، وراح يعمل بيزو دايليشن لانه هو عملها بلوك لهي الريسبتور، راح يصير في بيزو دايليشن. تمام. راح يقل الضغط. هلا لما يقل الضغط بيصير في ريفلكس من السنترال نيرف سيستم على القلب، انه يصير نزيد سرعه القلب عشان نحافظ على توازن ضغط الدم. فالنور ابنفرين اللي بيطلع ما راح يقدر يعمل نيجاتيف فيدباك، لانه هو هذا الدواء الفا 2 كمان بيعمل الفا 2 انتاغونست، يعني انه مش سيلكتيف حكينا، فراح يربط على هاي الريسبتور ويمنع انه النور ابنفرين يربط عليها، بالتالي ما راح يصير في عندنا نيجاتيف فيدباك، والنور ابنفرين راح يصير يزيد كثير هون بالسينابتيك كليفت، وراح يعمل لي تاكيكارديا. فعشان هيك احدى السايد افكتس للنون سيلكتيف الفا انتاغونست انه يكون في عندي تاكيكارديا. اذر افكتس مايوسيس، لانه احنا عملنا بلوك للالفا 1 ريسبتور موجوده في العين، فبالتالي الباراسيمباتيك تون هو راح يزيد وراح يعمل لي مايوسيس. وبرضه نيزل سفينس، لانه راح يصير في عندنا احتقان بالانف، راح يصير الهواء راح نعمل توسع للاوعيه الدمويه بالانف، بالتالي الهواء ما راح يصير يدخل كويس. الحل هاي لإلها نزل سفينس انه نعطي الفا 1 اجونست سيلكتيف. والالفا 1 ريسبتور موجوده في على البليدر والبروستيت. تمام. فاحنا زي ما بنعرف انه بحاله السيمباتيك السيمباتيك نيرف سيستم اليورين فلو بتكون موقف. تمام. لانه شو اسمه الالفا 1 ريسبتورز بتكون شغاله، وهي وظيفتها انها تسكر السفنكتر والى اخره. فاذا احنا اعطينا الفا 1 انتاغونست رح نعكس هذا الإفكت، بحيث رح يصير يزيد الفلو اوف يورين ورح تقل الريزيستنس، يعني رح يتوسع فرح تقل الريزيستنس ويزيد الفلو اوف يورين. وبرضه كمان رح نمنع اليورين الارجنسي، اللي هي انه الحاح على انه الواحد يروح يتبول وهو اصلا ما بيكون يعني لازم انه يروح يتبول. فالالفا 1 انتاغونست بتقلل هاي الإفكت. وهون كمان نفس الفكره، انه الفا 1 بلوكر ار يوز تو تريتمنت اوف يورين ريتينشن ديو تو بروستاتيك هايبربلاجيا، لانه احنا حكينا ان هي بتزيد اليورين فلو. هلا النون سيلكتيف الفا بلوكرز نحكي على اول واحد اللي هو الفينوكسيبنزامين. الفينوكسيبنزامين عنده كثير، عنده لونج دوريشن هالف لايف. تمام. ليش؟ لانه بايندز كوفالنتلي،
واكيد اذا باين كل ايفنت راح يطول وهو رابط، فبالتالي الافكت تبعه راح يكون طويل كثير. البلوكس بيعمل بلوكس للالفا 1 وبيعمل بس يعني افينيتي تبعته على الفا 1 ريسبتور اكثر من الفا 2، هو راح يربط على الفا 2 بس انه بشكل اقل. برضه من احد وظائفه راح يعمل انهيبيشن للري ابتيك اوف نور ابنفرين، فالنور ابنفرين راح يزيد في السينابتيك بليك ما راح يصير يرجع للنيورون البري سينابتيك نيورون. وبرضه كان بيعمل بلوكس للهيستامين ريسبتورز اتش 1 ريسبتورز وللاسيركولاين ريسبتورز والسيروتونين ريسبتورز. افكتس ثانيه له بهاي السلايدات كثير، في اشياء رح نضطر نحفظها يعني مش كثير واضحه ليش والافكت مثلا، ففي هاي الملف كامل فيه كثير اشياء حفظينا غير عن الملف اللي كان قبل هذا. طيب حكينا انه بربط ويعمل انهيبيشن للريابتيك نور ابنفرين بلوكس هيستامين ريسبتورز اتش 1 واستيركولاين ريسبتور وسيروتونين ريسبتور. برضه كمان بيعمل بالسوباين انديفيديوال بتكون السيمباثيتك تون عادي يعني مش كثير زايد، فراح يعمل ليتل فيل ان ذا بلاد بريشرز تمام. لكن هسه اذا واحد صار عمل ابرايت بوستشر يعني يعني صار موقع انه زي كانه واقف تمام، السيمباثيتك تون راح يزيد، بالتالي اذا احنا اخذنا هذا الدواء راح يصير في شو اسمه لما نوقف احنا يصير في سيمباثيتك تون عالي، فاذا احنا اخذنا هذا الفلوكسبنزامين راح يعمل البلوك للالفا 1 ريسبتور، بالتالي انه راح يكون الافكت تبعته بقلل البلد بريشر اكثر. الابزورشن تبعه مش كثير بوري بس انه كمان يعطى اورالي. واستخداماته بيستخدموا في علاج الفيوكروموسايتوما اللي هي تيومر نات بالادرينال جلاند، بيصير بيزيد فيه عندنا افراز النور ابنفرين والابنفرين، بالتالي راح يصير هذول يربطوا على الالفا ريسبتور ويعملوا له فيزو كونستركشن ويزيدوا ضغط الدم، فهو بنستخدمه عشان نعالج الفيوكروموسايتوما راح نحكي عنها بشكل موسع بعد شوي. برضه البريفيرال فاسكولار ديزيز اللي هو اللي بيصير فيه انه كونستركشن للبلود فيسلز على الاطراف غالبا الاصابع واطراف اصابع الايدين والرجلين، فبالتالي بيصير لونهم هيك يعني بصيروا باردين وبصير لونهم ابيض لاصفر شيء زي هيك. فلما احنا نعطي هذا الدواء ايش راح يسوي؟ راح يعمل بلوك للالفا 1 ريسبتور، بالتالي راح يسوي فيزو دايليشن ويحسن وصول الدم لهي المناطق عشان خلص يعني يحل هاي المشكله. الادفرس افكت زي ما حكينا بالاول سلايد اورثوستاتيك هايبوتنشن تاكي كارديا، ليش؟ لانه هو مش سيلكتيف نازل في ناس برضو حكيناها. وانهيبيشن اوف ايجاكيوليشن الإيجاكيوليشن لأنه لازم نعرف إنه الإيجاكيوليشن هو إنيربيتد كيف سيمباتيك ولا باراسيمباتيك سيمباتيك إنيربيشن. فإذا إحنا عملنا ألفا 1 أنتاغونيست راح نقلل الإيجاكيوليشن، عشان هيك هو هذا الإفكت تبعه بيعمل إنهيبيشن في إيجاكيوليشن. طيب الفنتولامين، فنتولامين اهم شيء تعرف انه الدوريشن اوف اكشن شورت بس حوالي 19 دقيقه الهالف لايف تبعته. برضه هو نانس اللي كتب بربط الفا 1 والفا 2 تمام، وبقلل البريفيرال ريزيستنس نفس الفكره يعني نفس كلهم تقريبا نفس الفكره، بقلل البريفيرال ريزيستنس لانه بيعمل بلوك للالفا 1 بيعمل فيزو دايليشن. برضه راح يعمل كارديك ستيميليشن راح يعمل تاكي كارديا لانه هو برضه بربط على الالفا 2 ريسبتور فراح يعملها بلوكيد، بالتالي ما فيش راح يكون عندنا نيجاتيف فيدباك وراح يصير يزيد النور ابنفرين ويعمل تاكي كارديا. عنده الفنتولامين انهيبيتوري افكت على سيروتونين ريسبتور 5 هيدروكسي تريبتامين، وبيعمل عنده اغونست افكت على الماسكارينيك ريسبتور. فاذا عمل هو اغونست افكت على الماسكارينيك ريسبتور راح يعمل سليفر سكريشن سويت سكريشن لاكريمال سكريشن تمام، نفس افكت الباراسيمباتيك يعني. وبرضه كمان H1 و H2 receptors برضو أجونس على H1 و H2 receptors، إذا هو أجونس على H2 receptors معناته رح يعمل لي increase acid secretion لأنه H2 receptors إذا تفاعلت رح تزيد في acid secretion. هلأ استخداماته diagnostic of pheochromocytoma، ليش إحنا بنعمله diagnostic of pheochromocytoma ليش مش اللي قبله؟ طيب لأنه هو الفنتولامين الدوريشن اكشن تبعته قليله يعني الهالف لايف بس 19 دقيقه، فدائما اغلب الاشياء اللي بصير فيها دياجنوستيك بنستخدم ادويه بتكون الهالف لايف تبعتها قليله عشان احنا بس نعرف نتاكد انه عنده فيو كروموسايتوما ولا لا. فاحنا بنعطيه الفنتولامين بنشوف اذا صار في تحسن انه مثلا ضغط الدم مثلا رجع، كان هو لانه بيكون زايد لما يكون بحاله الفيو كروموسايتوما، فاحنا لما نعطيه هذا الدواء بنشوف على السريع انه تحسن ولا لا.
عشان هيك احنا بنستخدم الدياجنوستيك في كروموسايتوما كنترول اوف هايبر تنشن ديو تو كلونادين وتدرول. هلا لما احنا بنعمل كلونادين وتدرول يعني انه بطلوا فجاه، واحد كان ياخذ هذا الدواء وبطلوا فجاه، بالتالي راح يصير في الافكت عكس مكان، يعني هو كان يتعالج، هو كان عنده هايبر تنشن كان ياخذ الكلونادين تمام، فشو اسمه تركه فجاه، يعني الكلونادين هو بيعالج هايبر تنشن، المريض تركه فجاه راح يصير انه فجاه راح يزيد الضغط عنده بشكل كبير لانه ما تركه شوي شوي. فعشان هيك بهاي الحالة لازم نستخدم الفنتولامين عشان نخفف الهايبر تنشن اللي ناتج عن الكولندين وتدرول. برضو الشيز رياكشنز، الشيز رياكشن من المحاضرة الماضية انه نستخدم واحد بيكون ماخذ مونو امين اوكسيديز انهيبيتورز وبرضو بنفس الوقت اخذ شيز فيها كثير تايرامين، اذا راح يصير انه تايرامين راح يعمل ديسبليسمنت للدوبامين والابنفرين والابنفرين للكاتيكول امينز، وراح يصير يزيد شو اسمه النور ابنفرين والابنفرين، وراح يعملوا له بيزو كونستركشن ويزيدوا الضغط. فاحنا بنستخدم هذا الدواء عشان نقلل الضغط الناتج عن الشيز رياكشن. طبعا ليش بيزيد كثير؟ لانه المونو امين اوكسيديز انهيبيتورز تمام، يعني انت تكون ماخذ مونو امين اوكسيديز انهيبيتورز الميتابوليزم تبع النور، الميتابوليزم تبع النور ابنفرين والابنفرين غيره راح يقل، فبالتالي راح يضل يطول الافكت تبعهم راح كثير راح يزيد وراح يعملوا لي هايبر تنسيف كرايسس. طبعا كمان ممكن مثلا المريض كان يتعالج بالالفا اجونست بس الدكتور مثلا اعطاه زياده عن الحد، اعطاه كثير الفا اجونست زاد الضغط عند المريض، فبنعطيه فنتولامين عشان نعالج هذا البيزو كونستركشن زياده. ادفيرس افكت سيفير تاكيكارديا لانه نون سيلكتيف، اريثمياز ضربات القلب تكونش منتظمة، مايوكارديال إسكيميا كمان. سيلكتيف ألفا 1 بلوكرز، ألفا 1 بلوكرز سيلكتيف يعني أنه زي ما حكينا بالأول أنه ما رح يربطوا على الألفا 2 وأنه بربطوا بشكل قليل جدا يعني، فما رح يصير في عندي تاكيكاريا ريفليكس. هاي سيلكتيف ألفا 1 بلوكر وليس بوتات ألفا 2 ريسبتورز، رح يعمل إيش؟ نفس العادة ريلاكسيشن للأرتيريول والفينوس فاسكولار سيستم، وبرضه رح يعمل كمان ريلاكسيشن للسموث ماسل البروستيت فرح يزيد اليورين فلو لانه بربط، لانه هناك بتكون الفا 1 ريسبتورز طبعا. وشو اسمه ما فيش تاكيكارديا زي ما حكينا. طبعا البرازوسين اكستنسيفلي ميتابولايزد يعني لدرجه انه 50% بس بيكون متاح بعد ما الواحد ياخذه اورالي، والهالف لايف تبعته قليله بس 3 ساعات. البروزوسين برضو بيزيد اللي HDL على LDL ريشيو يعني هو كويس، بيزيد الجود كوليسترول أكثر من الباد كوليسترول. استخداماته أكيد راح يكون أنتي هايبر تنسيف حالة إنه واحد عنده ضغط دم مرتفع، فإحنا بنعطيه عشان نقلل ضغط الدم بدون سايد إفكتس. وكمان بناين بروستاتيك هايبر بليجيا حيث إنه نحسن اليورين فلو، وهي بلوك ألفا 1 إن ذا بليدر بروستيت نفس الفكره يعني تنعاد اكثر من مره، كثير راح تنعاد اشياء بهاي السلايده. الادفيرس افكت فيرست دوز فينومينال بوتش بوستشرال هايبوتنشن وذ انيشال دوز. طبعا كمان بيعمل لي الادفيرس افكت فيرست دوز فينومينال تمام. شو هي هاي؟ كثير شائعه بالدواء البرازوسين. الفكرة فيها انه اذا الواحد كان مثلا نايم او مات حاله وفجأة قام، بس لما قبل ما يقوم كان ماخذ الدواء هاد، يعني اخذ الدواء اول مرة تمام، بهاي الحالة راح يصير فيه فجأة انه الضغط دمه ينزل بشكل كبير، فراح يقل وصول الدم للدماغ ممكن يغمى عليه. فبهاي الحالة دائما اذا انا اول دوز لما اجي اعطيه البرازوسين بعطيها شوي يعني لو دوزز بعدين ببلش اعلي، بس هاي الفكرة. هون هسه التيرازوسين نفس الفكرة تبعت البرازوسين بس انه هاي بايو افيليبيليتي والهالف تبعته اعلى منه هالف لايف. الدوكسازوسين هاز برضو لونجر هالف لايف اكثر واحد هو. التامسولوسين هذا يعني بس لازم واحد نركز انه هو الفا 1 اي بلوكر. شو يعني الفا 1 اي بلوكر؟ لانه الالفا 1 ريسبتور فيه لها سب تايب الفا 1 اي وغيرها، فالالفا 1 اي هاي موجوده اكثر شيء
يعني اذا مش كلها تقريبا انها موجوده في اللي بتكون بس عند منطقه اليورين تراكت اللي هو البروستيت والبلادر بيس. فاذا احنا اعطينا سلكتيف الفا 1 اي تمام راح يحسن لي اليورين فلو بدون ما يعمل لي سايد افكتس على الفيسلز، يعمل لي سايد افكتس على مكان ثاني تمام. فالالفا 1 اي بلوكر راح يعمل لي يورين فلو وراح كثير مهم في علاج البروستاتيك هايبربليجيا. طبعا في شيء افكت على البلد بريشر والهارت ريت لانه حكينا كثير سلكتيف، والسايد افكت له ديزنس اند ريتروجريد ايجاجوليشن. بس اهم شيء نعرف انه الفا 1 اي بلوكر وانه يستخدم في علاج البروستاتيك هايبربليجيا. اليوهمبين عبارة عن الفا 2 سيلكتيف انتاغونيست تمام، راح يربط على البري سينابتك ويمنع راح يزيد افراز النور ابنفرين لانه هو انتاغونيست على الالفا 2 ريسبتور. اذا هو ربط على الالفا 2 ريسبتورز الموجودة هاي هون هاي النيورون مثلا تمام، نيورون ساد هون بتكون موجودة تمام. فأي اشي بيطلع من هون يعني لو طلع نور ابنفرين راح يروح يربط على هذا الريسبتور ويعمل نيجاتيف فيدباك بانه ما انه يعني ما يتمش افراز كمان نور ابنفرين. هلا لما يجي اليو ام بي يربط هون راح يعملها بلوك لهذا الريسبتور، فبالتالي فيش نيجاتيف فيدباك، بالتالي راح يكون النور ابنفرين هون كثير زاد راح يزيد، ما في نيجاتيف فيدباك لانه. طيب فكمان عنده افكت بيعمل بلوكس للسيروتونين ريسبتور والدوبامين ريسبتورز، وبيعمل كمان انكريز الاي دي اتش ريليز هرمون اي دي اتش اللي بيعمل اعاده امتصاص الماء، وبيعمل كمان انهانس سيكشوال اكتيفيتي. هسه بنحكي كيف sometimes used in the treatment of orthostatic hypotension لانه هو بيزيد الان اي ريليز. هسه زي ما احنا حكينا تبعت الاستاجنيشن اوف ذا بلاد انه كيف احنا بدنا نعالج الاورثوستاتيك هايبوتنشن بحيث انه نعطي شيء يعمل كونتراكشن للفيسلز بيزو كونستركشن للفيسلز للفينز الموجوده باللور لم تمام، عشان نرجع الدم اللي تركز تحت للقلب. هذا هو الهدف. هسه الدواء اليوهمبين ايش بيسوي؟ اليوهمبين بربط على الالفا 2 ريسبتورز بيعملها بلوك، فراح يزيد افراز النور ابنفرين، والنور ابنفرين اذا زاد راح يعمل بيزو كونستركشن لهدول الفينز، بالتالي انه احنا بنعالج هيك الاورثوستاتيك هايبوتنشن. وكمان اليوهمبين بيزيد السيكشوال اكتيفيتي عن طريق انه هو بيزيد الباراسيمباثيتك افكت. فاليوهمبين لما يزيد الباراسيمباثيتك افكت راح يعمل يعالج الاريكتايل ديسفانكشن تمام، لانه احنا شو اسمه بنعرف انه الاريكشن عن طريق الباراسيمباثيتك بيكون، والايجاكيوليشن بيكون عن طريق السيمباثيتك. الوهمبين بيزيد الباراسيمباثيتك تون، بالتالي راح يحسن الاريكتايل ديسفانكشن. بس بدلوه يعني بطلوا يستخدموه، صار يستخدموا اللي هو الفياجرا فوسفوداي استريز 5 انهيبيتورز. طبعا ليش نستخدم احنا الالفا ريسبتورز بلوكيد دراجز؟ الفيو كروموسايتوما زي ما حكينا راح نرجع لها، راح يزيد فيها النور ابنفرين والابنفرين. طيب اذا زاد وش راح يصير؟ يعني راح يصير في هايبر تنشن تمام، راح يصير في هيدكس، راح يصير في بالبيتيشن اللي هي بالقلب بتزيد الهارت بيت تمام، اكيد انه زاد النور ابنفرين والابنفرين. وراح يصير في كمان انكريز سويتنج لانها ضمن السيمباثيتك نيرف سيستم. طيب فهسه عشان في كروموسايتوم عشان نعالجها، في احيانا بتعالج انه بيجوا جراحه يعني انه بيجوا بيشيلوا جزء منها، او يشيلوا بجزء شيلوا كبير يعني بيشيلوا جزء كبير منها تمام. بس قبل ما يروحوا على الجراحه لازم يعطوه فينوكسي بنزامين. ليش؟ لانه هذا راح يعمل بلوك للالفا 1 والالفا 2. طيب بعدين هو لما يجي يعملوا الجراحه تمام، وهم بيجوا بيمسكوا الجلاند ممكن انه يصير في، وهم لما يمسكوها يعني اذا كانوا يضغطوا عليها ويطلعوا كميه كبيره من النور ابنفرين والابنفرين، يعني هي كانت اصلا تطلع كميات كبيره، فانت لما الجراح يجي يضغط عليها راح يطلع كميه اكبر بكثير، بالتالي راح يصير في سيفير هايبر تنشن بهاي الحاله، ممكن يموت المريض. فاحنا بنعطيه قبل العمليه فينوكسي بنزامين عشان نقلل الضغط
بحيث انه عادي لو انه زاد انه يكون انا عندي فينوكسي بنزامين عامل بلوك للالفا 1 ريسبتور، تمام؟ او انه بستخدموه مش للجراحه برضه، للكرونيك تريتمنت اوف ان اوبيرابل، يعني انه ما بقدر اعمل له انا جراحه، في احيان ما بقدر اعمل جراحه زي الميتاستاتيك، زي ما اخذنا بالباثو انه الميتاستاتيك اذا كان في عندنا ميتاستاتيك كانسر وكان جراح، يعني لما يجي طول عينه وعرف انه هذا مثلا كان ميتاستاتيك، طب هو ليش يشيل؟ يعني مو هذا اصلا منتشر بكثير اماكن في الجسم، فليش يشيل على الفاضي؟ فخلص بهاي الحاله ما بنعمل جراحه، بنعطي الدواء، بنعطي بس فينوكسي بنزامين يعالج هاي الحاله. وطبعا احنا شو اسمه بنعطي بيتا ريسبتور انتاغونيست، لانه احنا اذا احنا اعطيناه فينوكسي بنزامين احنا حكينا انه نون سيدكتيف، بالتالي راح يصير في عندي تاكيكارديا، فبنعطيه بيتا ريسبتور انتاغونيست. بس الفكره هون انه احنا بنعطيه بعد ما نعطي الفينوكسي بنزامين مش قبل، يعني ما بصير نعطي بيتا ريسبتور انتاغونيست بعدين نعطيه فينوكسي بنزامين، لانه احنا هيك بنعمل بلوك للكارد نعمل بلوك للقلب، بخفف الهارت ريت، الاوتبوت تبعت الهارت بتقل، تمام؟ فالضغط الدم رح يقل، بالتالي اذا انت عملت هسه اعطيته الالفا ريسبتور بلوكيت رح يصير في بيز دايليشن، رح يقل الضغط بشكل كبير يعني، وراح يصير يمنع وصوله للدماغ ويصير في ستروك. فالافضل انه نعطيه الفا ريسبتور بلوكيت، تمام، بالاول بعدين البيتا ريسبتور انتاغونيست، عشان انه ليش السبب يعني، لانه اذا اعطيته الفا ريسبتورز، تمام، انت هيك راح تعمل ريفلكس تاكيكارديا، فاحنا بنعطي البيتا انتاغونيست عشان تزيح التاكيكارديا هاي اللي اجت زياده، بينما لو اعطيتيها من الاول بيتا انتاغونيست، تمام، راح يقلل الاوتبوت، بعدين انت راح تعطيه كمان الفا انتاغونيست وبرضه راح تقلل ضغط الدم بزياده، بالتالي يعني بتصير مصيبه، راح يقل ضغط الدم بشكل كبير. الميثايروسين اخذناه بالاول سلايد اتوقع، اللي هو اسمه الفا ميثيل تايروسين، بيعمل انهيبيشن للتايروسين هيدروكسيلاز، تمام، اول انزيم في الميتابوليزم اوف كاتيكول امينز، مش ميتابوليزم، في تصنيع الكاتيكول امينز، تمام، يستخدم برضه بالانوبيرابيل اند ميتاستاتيك فيوكروماسايتوما، وبيعمل اكسترا بيراميدال افكت. يعني اكسترا بيراميدال افكت، هسه هو عمل انهيبيشن للتايروسين هيدروكسيلاز، راح يقل تصنيع الدوبامين، فاذا قل تصنيع الدوبامين ايش راح يصير؟ راح يصير زي اكنه عندك، صار زي اكنه عندك باركنسون ديزيز، لانه الباركنسون ديزيز بقل فيها الدوبامين، صح ولا لا؟ فاذا انت عملت انهيبيشن للتايروسين هيدروكسيلاز راح يقل الدوبامين، وراح يصير زي اكنه انت عندك باركنسون، فراح تظهر عليك اعراض الباركنسون ديزيز. هاي هي الاكسترا بيراميدال افكت. هايبرتنسيف ايمرجنسيز نستخدم الابيتالول، ليش؟ هو الفا اند بيتا بلوكر، فيعني بيعمل بلوك للهارت، بيقلل الاوتبوت، وبيعمل بلوك للالفا ريسبتور، بيعمل فيز دايليشن، بيزيد بيقلل الضغط بهاي الحاله كمان، يعني الحالتين بيقلل الضغط، بالتالي انه يعني كثير افكتيف في انه يقلل الضغط الدم. فبحاله انه واحد كان عنده ضغط الدم عالي بشكل كبير، نعطيه الابيتالول بيكون ممتاز بهاي الحالات. تريتمنت اوف اوفر دوز الفا 1 اجونست، الفنتولامين سريع وهالف لايف قليله، ليش؟ يعني انه انت زي ما احنا حكينا بالاول انه اذا كان عندي الفا 1 اجونست، كان واحد مريض كان يضطر انه ياخذ الفا 1 اجونست، بس اعطيناه جرعه اعلى، بالتالي احنا نعمل كاونتر اكت لهي الجرعه العاليه، نعطيه فنتولامين لانه سمول اكتنج. الكرونيك هايبرتنشن الفا 1 سيلكتيف انتاغونست كثير كويسة للهايبرتنشن، برضو بتوسع البيسلز، بتقلل الضغط الدم، و not recommended as monotherapy because other drugs are more effective in preventing heart failure. أكيد في أدوية كثير أحسن زي الأنجيوتنسين، زي الأنجيوتنسين ACI inhibitors، تمام، أنجيوتنسين converting enzyme inhibitors، فإذا إحنا قللنا الأنجيوتنسين راح تقلل ضغط الدم، لانه الانجيوتنسين بيزيد امتصاص الماء والصوديوم. الادفيرس افكت تبعته اورثوستاتيك هايبوتنشن، زي ما الفا 1 انتاغونيست ادفيرس افكت تبعته بتكون اورثوستاتيك هايبوتنشن، حكيت اكثر من مره، والبرضه الفيرست دوز فينومينون حكينا عنها كمان قبل شوي. البريفيرال فاسكولار ديزيز كمان حكينا عنها، اللي هي رينالد فينومينون، تمام، هي هيك بتكون عند الأطراف، تمام، تكون ضغط الدم قليل ووصل لهون، بالتالي احنا بنعطيه الفا 1 بلوكر، الفا 1 ريسبتور بلوكر، بحيث انه يصير في فيزو دايليشن ويوصل الدم لهي المناطق وتزيد الحرارة.
برازوسين عند فينوكسيبنزامين كمان يستخدم في هاي العلاج البريفرال فاسكولار ديزيز، بس الكالسيوم شانل بلوكرز هم الافضل لانه بيقللوا، راح يقللوا الكونتراكشن تمام للسموث ماسل تبعت الفيسلز ويعملوا فيزو دايليشن. طيب اليورينين اوبستراكشن بناين بروستاتيك هايبر بلاجيا، حكينا انه بدنا نزيد اليورين فلو، بالتالي الفا 1 اي ريسبتورز الموجوده هناك بريدومينانت ان ذا بروستيت شو اسمه المناطيه راح يزيد، راح يعمل ريديوس الكونتراكشن اوف سموث ماسل وراح يزيد اليورين فلو. اهم شيء برازوسين دوكسازوسين تيرازوسين كلهم افكتيف تمام، بس انه بتختلف الدوريشن اوف اكشن تبعتهم، في منه في واحد اكثر من ثاني. يعني تامسولوسين هو احسن واحد حكينا لانه الفا 1 اي ريسبتور سيلكتيف الفا 1 اي ريسبتور انتاغونيست، ما راح ياثر يعني اذا هو ربط على الفا 1 اي ما راح ياثر على الالفا 1 اللي موجوده بالفيسلز، فواحد عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن راح يكون افضل انه تستخدم له الفا 1 اي ريسبتور انتاغونيست. الادرينو ريسبتور انتاغونيست طبعا في كانت فيرست جينيريشن اول شيء طلع كان اللي هو البيتا 1 بيتا 2 انتاغونيست تمام نون سيلكتيف، سكند جينيريشن كان كارديو سيلكتيف بس بيتا 1، واخر واحد ثيرد جينيريشن بيزو دايليتور بيتا بلوكر هم بيتا 2 بلوكرز تمام. سيلكتيفيتي از دوز ريليتد، كيف يعني؟ يعني انه انت صح انه بيتا 1 هو سيلكتيف للبيتا 1، بس انت اذا زدت الدوز تبعت هذا الدواء اللي بيعمل بلوك للالفا 1 ريسبتور راح يصير ياثر على البيتا 2، فكل ما تزيد الدوز كثير راح يصير السلكتيفيتي راح تقل. برضو في ادويه من البيتا بلوكرز في منها لوبيد فيها منها ليبيد سوليبل في منها ليبيد مش سوليبل تمام، وفي منهم بيعملوا لوكال انستيكس بيعملوا زي مسكنات، بس يعني هم بيكونوا مش كثير، يعني هم بيعملوا صح مخف الام بس انه بيكون كثير لو، فمش كافيين انه نستخدمهم كفولي لوكال انستيتيك. Most drugs are well absorbed after all administration. The concentration in the column 1-3 ساعات بوصل بعد ما نأخذها. هلا التصنيف تبعهم لايبوفيليك بيتا بلوكرز وفي هيدروفيليك بيتا بلوكرز. اللايبوفيليك بيتا بلوكرز هاي الأمثلة عليهم: بروبرانول، ميتوبرولول، أوكسبرينولول، وكيرفيدولول. تمام؟ بصير فيهم هم هسه لايبوفيليك فالابسوربشن راح يكون تبعهم عالي، ميتابوليزم بصير فيهم بالليفر لانه اصلا عشان يصير لهم اكسكريشن لازم يصير لهم كونجوجيشن لهايدروفيليك سبستانسز، فعشان هيك عشان يصير لهم اكسكريشن عندهم لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن اكيد لانهم لايبوفيليك برضه، وبيخترقوا البلاد برين بارير. هلا اذا صار في ليفر دامج ايش راح يصير؟ راح يصير انكريز الهالف لايف تبعهم لانه ما راح يصير في لهم ميتابوليزم بالليفر، بالتالي ما راح يصير لهم كونجوجيشن وراح يصيروا الهالف لايف تبعتهم اعلى. الهيدروفيليك بيتا بلوكرز الاسيبيتولول، اتينولول، ايزوبرولول، نادولول، والسوتالول تمام، راح يكونوا اكيد اقل ابسوربشن تبعهم لانهم هيدروفيليك، وما بصير لهم مش محتاجين اصلا يصير لهم ميتابوليزم لانهم هم اصلا هيدروفيليك، فبالتالي يعني بصير لهم اكسكريشن في اليورين مباشره. فعشان هيك اذا بده يصير زياده للهالف لايف لازم تكون عندنا مشكلة بالكدني رينال فيلر. نشوف الإفكتس للبيتا بلوكر على الكارديو باسكولار سيستم، أكيد بيستخدم في علاج الهايبرتنشن بيقللوا الأوتبوت في الهارت، أنجينا، ذبحة صدرية، كرونيك هارت فيلر، أند فريميك مايوكارديال إنفراكشن. طيب الهارت ريت رح يقل، الستروك فوليوم رح تقل تمام، والكارديك أوتبوت برضو رح يقل، الـ AV conduction برضو بيقل، cardiac work والـ O2 consumption أكيد. لأ إذا قل إذا قللنا شغل عضلة القلب رح يصير رح نقلل استهلاك الأكسجين تمام، فتقل الـ angina بهاي الحالة إذا واحد صار ستر وجعه صار في كثير consumption للأكسجين بهاي الحالة بصير في نقدر نعالجها بالبيتا بلوكر. برضو الـ blood vessels الـ blood pressure رح يقل تمام، انه احنا خففنا البريشر الناتج عن الفوليوم اوف ذا هارت، الفوليوم اوف ذا هارت اللي بيطلع من الهارت راح يكون اقل، فبالتالي البلد بريشر راح تقل. هلا هو راح يقلل الدايستوليك والسيستوليك بريشر، شو الفرق بينهم؟ انه السيستوليك
لما يجي الليفت فنتريكل يضخ الدم، تمام، يطلع الدم على الارتريز بهاي اللحظه، بهاي الحاله من تقيس الدم ضغط الدم بيطلع عندنا السيستوليك بريشر. بينما لما يكون الهارت قاعد بيعبي بيعمل ريلاكس وبيعبي دم، تمام، قسنا ضغط الدم راح يكون هذا هو الدايستوليك بريشر. طبعا نون سيلكتيف اند بيتا 1 بيتا 1 بلوكر. هسه البيتا 1 اجونس شو كان يسووا لي؟ كان يعملوا لي انه يزيدوا افراز الرينين، تمام، لكن هسه اذا احنا عملنا بلوك للبيتا 1 راح يخلي راح يصير في انهبيشن للرينين. الايفكت اوف اون ذا ريسبيراتوري تراكت، البيتا 2 موجوده هناك بتكون، فاذا احنا عملنا بلوك لها راح يصير في عندنا، هو اصلا بالاصل كانت لما نعمل بيتا 2 اجونست كانت تعمل برونكو دايليشن، فاحنا لما نعطي بيتا 2 انتاجونست راح يصير في عندنا برونكو كونستريكشن، وراح يصير في ريزيستنس عاليه، وراح يقلل، راح يصير في يعني راح تكون هاي خطره كثير مع البيشنت اللي عندهم ازمه، يعني هي بتكون اصلا هم عندهم بيكون مسكر، بصير في عندهم برونكو كونستريكشن، فاحنا نعطيهم كمان بيتا 2 مصيبة، لأنه يعني راح تسكر بزيادة وممكن واحد يخليه يموت. عشان هيك بيتا 1 بلوكرز لما يكونوا سيليكتيف أكيد راح يكونوا أأمن من النون سيليكتيف بيتا بلوكرز. بيتا 1 سيليكتيف بلوكرز are not sufficiently specific to completely avoid interaction بيتا 2 receptor. إحنا حكينا إنها دوز ريليتد، إنه كل ما يزيد الدوز بيصير في بطل في سيليكتيف كثير، راح يصير يربط على بيتا 2. فأكيد هدول الدرجز إحنا ما بنعطيهم مع البيشنت اللي عندهم أزمة، دائما النون سيلكتيف بنحاول نتجنبهم مع البيشنت اللي عندهم أزمة. هلا بس ممكن تيجي حالات إنه الواحد يكون خلص إنه هو صحيح عنده كرونيك اوبستركتيف بلمونري ديزيز أو عنده أزمة مثلا، بس يكون عنده مثلا اسكيميك هارت ديزيز، اسكيميك هارت ديزيز وهسه فورا لازم نعطيه مثلا بيتا بلوكر، فزي كأنه احنا بنحكي له خلص انه يعني هو بيقدر انه توليريت يستحمل الاثر او السايد افكت اللي راح يصير عنده عند يصير عنده بروك كونستريكشن، وراح يصير في عنده صح انه يعني راح يصير عنده مشاكل، لكن احسن يعني بالتالي احنا بنحاول نضمن انه نعالج الهارت افضل، لانه يعني صحيح هو راح يصير في عنده سايد افكت على الرئه، بس على الاير واي تبع الرئه، بس انه خلاص هو عنده اسكيميك هارت ديزيز، فبالتالي احنا نعطيه البيتا بلوكر نحكي له خلاص استحمل، اهم شيء انه يعني القلب لانه قلبه اخطر وهيك. طيب الافكت اون ذا اي راح يقلل الانترا اوكيولار بريشر من جلوكوما باي ديكريزنج ايكوس هيومر برودكشن، يعني انتاج هو السائل نفسه سائل الزجاج انتاجه راح يقل، تمام، محتاج راح تقل الضغط الناتج عنه. كيف احنا اصلا بنعالج الجلوكوما؟ يا اما بنعمل بصير في بنقلل انتاج الاكواس هيومر سكريشن، او بنعمل بنزيد الاكواس هيومر اوت فلو عن طريق الباراسمباثيتك. فمين الدرج اللي نستخدمهم عشان نقلل الانتروكيولار بريشر؟ كلاينو ميميتكس هم اللي بيربطوا على الماسكولين ريسبتور بالعين، بيزيدوا عن طريق السرير مثلا بيزيدوا الاوت فلو، وبرضه كمان عندنا الالفا اجونست، الفا اجونست مش الفا 1 اتوقع الفا 2، وبيتا بلوكرز وبروستاجلاندين. بيتا بلوكرز وبروستاجلاندين هم افضل اشي لعلاج الانتراوكيولار بريشر. طيب الميتابوليك اندوكراين افكت، احنا حكينا انه البيتا ريسبتورز انتاجونيست بيزيدوا الباد بيزيدوا الباد كوليسترول ال LDL وبيقللوا ال HDL، تمام، فبرضه هاي مشكله وهي احد الافكتس تبعتهم، وعن طريق ايش؟ طبعا انهيبيتنج جلايكوليسيس، برضه بيعملوا الجلايكوجينوليسيس. الجلايكوجينوليسيس احنا كنا بنعرف انه الليفر، تمام، عليه بيتا 2 ريسبتورز مسؤوله عن الجلايكوجينوليسيس. هلا لما يجي يربط بحالات الفايت اند فلايت يزيد عندنا السيمباثيتك مثلا، يزيد عندنا نور الابنفرين، والابنفرين راح يربطوا على بيتا 2 ريسبتور بالليفر ويعمل يحفزوا الجلايكوجينوليسيس والجلوكوجينوليسيس، تمام، لانه احنا بدنا جلوكوز عشان يروح على المسل مثلا ونستخدمه حالات الكرو والفر. لكن احنا بنعطي بلوكر راح الجلايكوجينوليسيس راح يقل في الليفر، تمام، راح يصير له بلوكت وانهبيتد. هلا في حاله بالانسولين ديبندنت دايابيتك بيشنت لازم كوشن نحط، لانه كثير خطير هذا لما واحد يكون عنده ياخذ بيتا بلوكر كثير خطير.
في حالات معينة بيصير في الواحد عنده هايبوغليسيميا. هلا اللي بدنا نعرفه انه الهايبوغليسيميا لما تصير لمرضى السكر، لما يصير في عندهم هايبوغليسيميا، خلينا نبسطها ونحكي انه بصير عندهم سيمباثيتك افكت بجسمهم، بصير في سويتنج، بصير في التاكي كارديا قلبهم يعني بصير يدق، تمام، عينهم تتوسع هيك، بصير في عندهم سيمباثيتك افكت، زي كانه عندهم سيمباثيتك افكت، تمام. فهم بيتنبهوا مثلا وبصيروا ياكلوا مثلا شوكولاته، شيء فيه سكر، او بيحقنوا حالهم بجلوكوز عشان لانهم صار عندهم هايبوغليسيميا، ماشي. لكن اذا هذا المريض كان ياخذ بنفس الوقت بيتا بلوكر، شو راح يصير؟ راح يعمل بلوك لكل هاي الافكتس اللي كانت تنبهه، السيمبتومز هاي كلها راح يصير لها بلوك اللي كانت تنبهه وتحكي له انه انت هسه صار عندك هايبوغليسيميا وكل شوكولاته وايش. فبالتالي هو ما راح يتنبه وما راح يحط جلوكوز، بالتالي راح يصير في عنده نقص في الجلوكوز وبدون ما ينتبه له، وهي مشكله كبيره يعني. عشان هيك لازم يكون في كوشن وننبه لهذول المرضى. طيب نشوف سبيسيفيك ايجنت. في البروبانول بروتايب اوف بيتا بلوكينج دراج، يعني هو كان اول شيء من اول الادويه اللي استخدمت يعني اللي استخدمت كبيتا بلوكينج دراج. عنده هاي ليبيد سوليبيتي، كان من المجموعه اللي كانت فوق السلايد هذيك، وكمان عنده لو بايو افيلابيلتي وفيرست باس ميتابوليزم بيكون اقل، مش عنده كثير فيرست باس ميتابوليزم. طبعا اكيد بنعرف الفيرست باس افكت فيرز امونج انديفيدجوالز، لونج اكتنج فورم اوف المونال از افيلابل، برولونج ابسوربشن اوف الدراج ميك يور اوفر 24 اور بيرودز، ماشي مش فيها شيء يعني. نو افكت اون الفا اند ماسكينج ريسبتور بات مي بلوك سم سيروتونين ريسبتور ان ذا برين، بس طبعا هاي ما بنعرف ليش، از ان كلير يعني. خلاص بس نعرف انه البروبانول له افكت، ما لهش افكت على الالفا والام ريسبتورز، بس على السيروتونين ريسبتورز بيعملها بلوك، وهو مش ات هاز نو بارشال اجونست اكشن ات بيتا ريسبتورز، مش فيش عنده بارشال اجونست، هو مش بارشال اجونست، هو انتاجونست بيعمل بلوك. اذر نان سيلكتيف بيتا بلوكرز نادولول هاز فيري لونج دوريشن اوف اكشن، تمام، يعني اكثر واحد فيهم تيمولول نو لوكال انستيك اكتيفيتي، احنا حكينا انه مش كلهم، احنا حكينا اغلبهم بيكونوا لو، ما بنقدر نستخدمهم كفول انستيتك اكتيفيتي، فعشان هيك هو التيمولول هو ما عندوش اصلا بالمره. ليش بنستخدمه؟ بنستخدمه توبيكالي تو تريت جلوكوما، عشان هيك هو كثير كويس انه نعالج الجلوكوما، لانه انت لما تيجي يعني لما نيجي نعالج الجلوكوما اصلا ما تحطش، ما يكونش في اي تاثير للتخدير في العين، كثير مناسب. سوتالول نون سيلكتيف ذات اولسو اكسبت كلاس 3 انتي اريثميتيك بروبرتيز، وهو اصلا هو اصلا كلاس 2 لانه بيتا بلوكر، البيتا بلوكر شو اسمه يعتبر كلاس 2، وبرضه هو يعتبر كلاس 3. وهسه نشوف كارديو باسكولار بيتا بلوكر بيتا 1 سيلكتيف انتاغونست، احنا كنا نحكي على نون سيلكتيف، هلا بيتا 1 انتاغونست راح يكون في ليس افكت على البرونكيولز اكيد، لانه احنا فيش هناك بيتا 2 بتكون مش بيتا 1، وما فيش افكت على الكربوهيدرات ميتابوليزم والليبيدز لانه برضه هناك بيتا 2. لور انسيدنس اوف كولد هاندز اند فيت، هو اصلا بيعمل لي يعني لما احنا نعمل نعطي بيتا 2 بلوك، لما نعطي بيتا 2 انتاغونست، تمام، راح يصير في بلوك للفيسلز اللي بتغذي الاطراف في سكيلت الماسلز، اكثر شيء راح يكون تاثيرها هناك، تمام. فبالتالي راح يصير في عندنا كولد هاندز وفيت، بس هسه احنا بيتا 1 سيلكتيف ما راح ياثر على البيتا 2 ريسبتورز، وما راح يعمل بلوك للبيتا 2 ريسبتورز. كثير امن للاشخاص اللي عندهم برونكو كونستريكشن، ماشي، لانه خلاص هو بيتا 1 يعني ما بروح بربط على بيتا 2، وكمان برضه بس their beta 1 selectivity is modest so they should be used with great caution in patient with asthma. حتى لو يعني هو صح beta 1 selectivity حكينا انه حسب dose related، فانه انت بتاخذ beta 1 selectivity مش يعني 100% beta 1 اله بيكون effect شوي على beta 2، بتعتمد على الدوز. هي نفس ما حكينا قبل شوي، however the benefits may exceed the risk، يعني انه خلص انت بدك تعالج ischemic heart disease myocardial infarction، فصحيح انك انت عندك كرونيك اوبستركتيف بلمونري ديزيز او اذا، بس انك بتستحمل انه عاد تستحمل انه معالج قلبك اهم هسه، فانه يعني ما يكسيد ذا ريسك. بيتا 1 سيلكتيف انتاجونست ار بريفيرد ان بيشنت وذ دايابيتيك اور بريفيرال فاسكولار ديزيز، قبل شيء حكينا انه البريفيرال فاسكولار ديزيز انه بتعمل بيتا 2 ريسبتورز، تمام،
فنفس الإشي كمان حكينا على الديابيتك، إنه اللي بصير فيه السيمتوم بتختفي ماشي، بس أنت بهاي الحالة لما تعطي يعني إحنا قبل الحالة اللي قلناها قبل شوي، إحنا عملنا بلوك للبيتا ريسبتورز كاملة، مش بيتا 1 وبيتا 2، بيتا 1 وبيتا يعني مش إنه واحدة منهم، لا عملنا لهم اثنين مع بعض. فإحنا لما صار عنده هايبوغلايسيميا البيتا 2 ريسبتورز ربطت وعملت بلوك، فمنعت الجلايكوجينولايسيس تمام، وراح يضل راح يضلها بتستمر الهايبوغلايسيميا، والسيمتومز اللي تطلع عن هاي الشغله منعتها البيتا 1. لكن هون انت استخدمت بيتا 1 بلوكر لحال، فبالتالي شيء كويس لانه مش راح تمنع الجلايكوجينولايسيس، بالتالي انه راح يصير عنده عادي جلايكوجين ديجريتيشن، راح يصير في عنده جلوكوز يطلع الدم تمام. وهون بحكي لك انه سنس بيتا 2 ريسبتورز ار امبورتنت ليفر ريكفري فروم هايبوغلايسيميا اند بلود فيسلز بيز دايليشن، زي ما حكينا قبل شوي عن البريفيرال فاسكولار ديزيز والديابيتس. اخر سلايد الميتوبرولول عنده هاي ليبيد سوليبيليتي، ما فيش عنده ما عملش عنده افكتس على الازمه تمام، يستخدم عشان علاج الانجينا والهايبرتنشن، وكمان بيمنع المايوكارديال انفاركشن وبدون براديكارديا، اكيد ما في براديكارديا. اتينولول عنده لول ليبيد سوليبيليتي تمام، كان من بيوز كان من تحت اذا كان لول ليبيد سوليبيليتي، لونج دوريشن اوف اكشن برضه، والسايد افكت على السي ان اس بما انه هو لول ليبيد فما راح يخترق البلود برين باري، راح يكون اقل تمام. وفيش افكتس على البرونكاس عشان هو اصلا بيتا 1 انتاغونيست، كاربوهيدرات ميتابوليزم برضه ما له عليها افكت، والليبيدز كمان ميتابوليزم ما له عليها افكت. اكثر شيء بنستخدمه بالهايبرتنشن والانجينا عشان نعالج الهايبرتنشن والانجينا. بتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، اذا في اي شيء اي نقطه مش واضحه ابعتوا لي، تواصلوا معي على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.